تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لا تصرفنا جميعا من مجلسنا هذا في ليلتنا هذه جميعا يا ربنا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. مع تفسير المفصل قصار السور مع تفسير جزء عامة وسورة اليوم، يعني قبل أكيد ممكن بعض إخواننا يكونوا عارفينها من الترتيب، لكن أنا أريد أن أرصد الظاهرة في البداية. ظاهرة تقال كلمة بقينا نسمعها كتير وأكثرنا مقتنع بها، الدنيا بقت وحشة، صح؟ نسمع العبارة دي كتير، الدنيا بقت وحشة والناس بقوا سوء والناس قاسية والناس كلها بقت وحشة. كل منا تعرض لمواقف عظيمة وصلته إلى هذه النتيجة، صح ولا لا؟ تعرضنا لأزمات نفسية شديدة جدا من الناس. فصار صاحب الخير في الناس حتى اللي ينوي أن يفعل خيرا يظن بهذا الخير، وما فيش حد يستاهل، الناس كلها بقت وحشة والناس كلها بقت سيئة والوضع كذا وكذا إلى آخر. يعني أنت لو تكلمت هذه الكلمة وسط 10 أفراد تقريبا، كم من 10 هيوافقوا أن الدنيا بقت وحشة والناس بقت وحشة؟ على أقل تقدير 9 من 10 إن ما كانش 10 كلهم. يعني 10 ده يبقى واحد ايه في دنيا تانية كده، يعني ما فيش بعد كده، هنعتبره البركة بتاع المجلس يعني. طب انتم متخيلين ان وضع زي ده لا يأتي القرآن به او يدرس هذه القضية دراسة مفصلة؟ لا، ده درسها في صورة كده، سماها بهذه الحالة تماما، صورة الهمز اصلا، هي تصف وترصد هذه الظاهرة تماما. ما الذي يجعل المجتمع الإنساني مستوحشا بعضه من بعض؟ هي ظاهرة الهمزة، هذه الظاهرة هي دي. فمين هو الهمزة ده؟ الهمزة ده بالمناسبة وصف رجل، لكن دايما الصيغة في الصرف إحدى صيغ المبالغة، كما تقول علامة، دائما الملحقة بتاع التأنيث دي على سبيل المبالغة. فالهمزة هو وصف رجل، زي ما نقول فتوة، علامة، همزة، على معنى المبالغة. ظاهرة الشخص الهمزة ده رجلا كان أو امرأة، هو ده اللي خلى الناس تكره بعضها، خلى الناس يعني تستوحش من بعضها البعض، وخلى إن الدنيا بقت وحشة وهلك الناس إلى آخر. فرصد القرآن هذه الظاهرة رصدا مفصلا، وبين فيه المظاهر والأسباب والعلاج. فكيف نتعامل مع هذه الظاهرة المؤذية اللي كرهت الناس في بعض، واللي خلت الواحد يكره الدنيا أصلا ويتمنى الموت أحيانا بسبب هذه الحالات؟ اختلف أهل العلم في سبب نزول هذه الصورة، فبعضهم قال نزلت في الأخنس ابن شريق، هذه الصورة مكية بالإجماع، فيش خلاف على أنها مكية، قالوا نزلت في الأخنس ابن شريق لأنه كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويسبه ويطعنه في وجهه، حتى أذي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيما إذاء. فنزل قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، والويل كلمة أسلوب تعجب أيضا مبني على المبالغة، العذاب والهلك والدمار والخسران عليه لكل همزة لمزة. وبدأوا يقولوا إيه أنواع الهمزة واللمزة، فقالوا الهمزة باليد واللمزة بالعين، وبعدين يقولوا الهمزة القول
الظاهر واللمزة بالحركة والإشارة، وبعدين يقولوا الهمزة باللسان واللمزة باليد والعين، وبعدين يقولوا الهمزة الذي يغتاب من وراء الظهر، واللمزة الذي يسب ويطعن الطعان اللعان الشتام البذيء الذي يشتم في الوجه. كل المهم في الآخر المحصلة هو الكائن ده، سبب هلاك المجتمع وفساد الناس ده. طيب، وقيل إن نفس السبب حصل مع أمية بن خلف فنزلت فيه سورة الهمزة، والأكثرون من أهل التفسير على أن لا يوجد سبب نزول لهذه السورة، بل هي سورة عامة. حط بقى تحت الكلمة دي كم سطر كده، لما نسمع كده ان سببها عام يعني معناها ان ده مما يعم به البلوى، ده مش ليس مقتصرا على زمن من الأزمنة ولا مكان من الأماكن، بل هو ظاهرة مضطردة مستمرة في أمة الدعوة إلى يوم القيامة. في كل حالة وكل مرحلة من مراحل الحياة هتجد هذا الكائن اللي ربنا سماه إيه؟ الهمزة، وسمى سورة بالقرآن كده ترصد هذه الظاهرة في القرآن. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المظاهر إيه؟ اقتصر في بيان المظاهر على كلمتين، همزة لمزة، وتفسيراتها في اللغة العربية هذا التفسيرات العجيبة التي تحمل التأويلات الكبيرة جدا والكثيرة المترادفة التي تتحملها هذه الكلمات، تدلك على أنه إنسان طعان لعان مغتاب نمام معيان، سواء من الظهر أو من الأمام كده خلاص بكل الصور وبكل الأحوال. وبالمناسبة هي لا تتجزأ، يعني اللي فيه صورة من هذه الصور أو ظاهرة من هذه المظاهر في المظاهر كلها خلاص، لكنها تختلف. هيبقى خايف هيتكلم من وراء الظهر، هيبقى متجبر ومتجرع على الله وعلى الخلق هيتكلم في الوجه إلى آخر. طيب، السؤال الآن، كلنا تعرضنا أو واجهتنا هذه الظاهرة ولا لأ؟ كتير، في مرحلة ممكن تكون وانت صغير وانت طالب وانت في بداية حياتك العملية وانت متزوج وانت رجل أعمال وانت في شغلك، قصص كبيرة جدا نسمعها ليل ونهار ولا ينجو منها أحد وما نجا منها أحد بما في ذلك النبيون إلى آخره صلوات الله وسلامه عليه. طيب الأسباب، ما هي الأسباب التي تجعل أي مجتمع يفرز ظاهرة الهمزة؟ فقال آدي أسباب: واحد، الذي جمع مالا وعدده. فتقول طب وفيها إيه جمع المال؟ صح ولا إيه؟ هو مش الغنى ممدوح شرعا؟ صح ولا لا؟ طبعا الغنى ممدوح شرعا، الغنى فضيلة من فضائل الدين، الدين يحثنا على أن نكون أغنياء ذات أموال ذوي أموال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يتصدق بماله لأنه ليس له إلا ابنة واحدة، قال لا، قال أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، نصف مالي؟ قال لا، ثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولو أنت عايز الأجر ده الأجر بيجي في مالك نفسه، وإنك ما تنفق نفقة حتى على مرتك وعيالك تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في مرأتك. يعني أنت ممكن يبقى معك مالك كله تنفقه على مرتك وعيالك بس وتاخد فيه أجر الصدقة برضه بالنية بس والمقصد. طب امال ايه يعني؟ ايه الذنب في الذي جمع مالا وعدده؟ اجمع بين الكلمتين، هو ليس مجرد جمع المال انما ايه؟ وعدده، جمع المال وعدده. يعني ايه عدده؟ احصاه، انشغل بعده. فنجمع بين كلمتين جمع وعدده او عد، هنلاقي فيها المعنى الاول معنى الايه؟ النهم، معنى الايه؟ النهم.
لأنه يريد أن يجمع، بس عمال يعد، يجمع ويعد، وكلما عد استكثر المال أم تقلّم، تقلّم، فيقعد إيه يجمع تاني، يجمع تاني. يبقى القضية مش في مطلق جمع المال، إنما القضية في إيه؟ في النهم بجمع المال. إيه النهم يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. دول ده النهم في المال لا يأتي معه شبع أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثاني، ولو كان له ثاني لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يبقى جمع المال بغرض الغنى مع إقامة الدين ده أمر مستحب شرعا، لكن جمع المال على سبيل الاستكثار والنهم ده مهلكة وأمر فيه محظورات شرعية شديدة جدا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس، استشراف النفس النهم والطمع والحرص عليه، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يبقى دي المعنى الأول من قوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده، الجمع بين الجمع والعد في معنى النهم، فلن يشبع، ويتحول الأمر إلى شهوة يقضي في مقابل تحقيقها على كل مبدأ، فلن يرعى حرمة لله أبدا، ولا لدين ولا لقوم ولا لعشيرة ولا لأحد من الخلق. وهذه هي آفة شهوة المال. يبقى إذا ربنا استحب لنا أن نكون أغنياء، لكن ليس على سبيل الاستشراف والنهم والطمع، أدي واحدة. طيب المعنى الثاني في الجمع بين قوله جمع وعدد، قال المفاخرة، ما هو عمال يجمع وبعدين يعد وبعدين يقارن، فيقول يا فلان انت عندك قد كده 10، انا عندي 20، فانا افضل منك وانا اكثر منك مالا وولدا. واخد بالك النفسية دي؟ فيبقى المعنى الثاني المفاخرة على سبيل المكاثرة، وهي قول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يبقى جمع وعد شخصية نقصة، عندها نقص، تريد أن تعوض النقص في أن تتفاخر على الخلق، تستكثر عليهم بالمال ليظن أن له بذلك وجاهة أعظم من الخلق، صح ولا إيه كده؟ جمع وعدد. بالمعنى الأول النهم وهو مهلك، المعنى الثاني المكاثرة للمفاخرة. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر يعني المكاثرة بالمال وبملذات الدنيا، لأنك مشغول بالمفاخرة، عايز تفتخر على الخلق وتتكبر عليه. فبيقول: حتى زرتم المقابر، يعني لن تنتهي، هذا الداء إذا وصل إلى القلب لن ينتهي حتى يموت الإنسان، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، هيفضل كده. ويتوب الله على من تاب، مين بقى اللي هيتوب؟ إنه يكبح جماح النفس ويبتدي يوازن. طيب المعنى الثالث في معنى الجمع بين قوله جمع وعدد هو سوء الأخلاق، جعله لا يشعر بأحد. الانشغال بهذه الطريقة من المال، الجمع والعد، الجمع والعد والإحصاء، هيخليه ليس عنده خلق. ليه؟
لأنه لن يعامل الناس إلا من جراء مصلحة أو منفعة بما انشغل به، يعني المال. رقم اثنين، إنه هيخليه عارف، عنده علم قوي جدا بأسباب تحصيل المال، صح ولا إيه؟ ما هو إزاي هو منشغل بمكاثرة المال إلا أي باب يأتي له منه مال يبقى فنان، عارف إزاي بيه. سوء الخلق هتخليه يحصل على المال لأنه منشغل بعده وهو إنمائه وإكثاره على سبيل المفاخرة بأي وسيلة كانت. وهذا وصف دقيق وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لظاهرة الهمزة، اللي أحد أنواعها يعني أسباب وجود الهمزة، ده سبب من الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ صخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله يبغض كل جعذري. الجعذري هو المنتفخ المتكبر في نفسه، كثير المدح لنفسه، وصل إلى درجة من العجب إنه مش لاقي حد يكبر عليه فهو متكبر على نفسه. يمشي كده تلاقيه ولن تبلغ الجبال طولا، هتلاقيه حالته كده، ده دي الجعذري. أما الجواظ فهو غليظ القلب، يعني تجده غليظ القلب، عنده قسوة في المعاملة، فهو في نفسه متكبر مترفع عن الخلق منتفش في نفسه، ثم جواظ قاسي القلب غليظ في معاملة الناس، عندوش رحمة كده ولا ليه. جيفة بالليل حمار بالنهار، لأنه طول النهار مشغول بإيه؟ بجمع المال من أي باب كان، فشبهه بالحمار في عمله، وبالليل ينام كالجيفة. عالم بأمر الدنيا، عالم بأسباب تحصيل المال، جاهل بأمر الآخرة، ما عندوش دين خالص. إذا هذه الأحوال، هذه الرصد الظاهرة فهمتها لنا كلمتين: جمع مالا وعدد. الجمع والعد معناه النهم، والجمع والعد معناه المفاخرة والمكاثرة للتكبر على الخلق، والجمع والعد منعه الانشغال به حتى يفسد دينه وأخلاقه تماما في مقابل تحقيق الجمع والعد. طيب، في صورة أعظم بقى من ذلك، اللي هو أقصى هذه الدرجة، إنه يظن إن ماله أخلده، إنه هيخلد في الدنيا بهذا المال، فيقول إيه المال هيعمل أي حاجة، أي حاجة هتحصل بالمال. طب ما يا عم في حاجات أهم من المال، الصحة والدين والأولاد والبركة في الرزق والعمر. لا لا لا، كل الحاجات دي المال يعملها. مش بنسمع برضو الكلمة دي؟ بنسمعها، يقول لك عادي، حتى لو فلان جاله مرض المال برضو هيشفيه من المرض. في أحد الممثلين في مصر كان يعني زمان، هم ممثلين القدامى أول، كان المساعد بتاعه ولا اللبيس يعني بيحكي حكايته بعد ما مات، ومات بالسرطان طبعا. فكان زمان جدا في الخمسينات ولا الستينات، هو مات يعني في زمن قديم، فبيقول ايه؟ انه كان يتمنى ان يحصل على المليون جنيه، يبقى معاه مليون عشان ياخد لقب المليونير، حتى ولو مرض بالسرطان، شايف؟ فالمساعد ده بيقول له: طب هيفيد بايه المال لو انت؟ قال: لا ما تخاف، ما هو المال هيشفيني من الايه؟ من السرطان. فجمع 2 مليون وجابوا السرطان، وانفق ماله كله حتى صار فقيرا ومات ولم يشف بالسرطان. فهو الاتكال على النعمه على هذا النحو هيخليه ايه؟ الدرجه العاليه، الدرجة العليا من هذه الظاهرة، إنه خلاص ما بقاش انشغاله بقى وتعديه على الخلق، إنه يتفخر عليهم بكثرة الأموال، أو يمشي بينهم جعذري جواظ، أو يعني لا، ده هيبقى بينه وبين ربنا بقى الحرب اللي بعد كده، والتكبر اللي بعد ذلك على الله.
زي صاحب الجنتين كده ما اتكلمنا عنه في سورة الكهف، من عظم الجنتين قال إيه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. فاللي عنده النهم في المال هيصل إلى هذه الحالة، هيبقى هو ده ظاهرة الهمزة، ويوصل بالأمر إن إيه؟ لا يا أخوانا، لا المال خالص في نعم مهمة جدا، الزوجة الصالحة دي أهم من المال، الابن الصالح البار أهم من المال بكثير، الصحة أهم من المال، البركة في العمر والتوفيق للصالحات أهم من المال. كل هذه الأشياء الأربعة لا تجبر بالمال، لكن إذا وجدوا يجبروا فقد المال، صح ولا لا؟ وجدنا ناس صالحين، صالحين في أنفسهم، ليهم نتاج علمي أو نتاج نفع وخير في الأرض، صلح أزواجهم وصلح أولادهم وكان ليهم خير من بعده، ما عندهمش مال ولا مشكلة خالص ولا حصل حاجة. وجدنا ناس معهم كل هذا القدر من المال وليس عندهم شيء من ذلك، لا يساوي شيئا. فظهور ظاهرة الهمزة في المجتمع هيؤدي إلى انتكاس المفاهيم والمقاييس في الناس، تباعا هتلاقي الناس كده بتنشغل، تقول لك أيوة المال هو كل حاجة، المال هو عندك مال هتشفع، عندك مال تعلم كويس، عندك مال صحيح هو وسيلة، لكن لا 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 لن يتحقق من غير بركة الله عز وجل، وده أمر مهم. طيب، يعني ظاهرة الهمزة، اللمزة اللي هو المغتاب، النمام، المفرق بين الأحبة، الباغي للبراء العنت، هذه الظاهرة سببها إنه منشغل هذا الانشغال بالمال، وتتحطم كل المبادئ السامية على صخرة هذا النهم وهو جمع المال، فيؤدي إلى إفراز ذلك في المجتمع. طيب، يبقى دي الأسباب اللي هتخلي لنا مظاهر الهمزة اللمزة يظهر في المجتمع. طب هو أثره إيه أصلاً؟ إحنا ليه كلنا بسبب مواقف حصلت لنا من هذا النموذج اللي هو الهمزة اللمزة كرهنا الدنيا وكرهنا الناس وقللنا الاختلاط بالناس وأثرنا العزلة أحياناً وجلنا حالات اكتئاب وقلنا يعني حسينا كده بإحباط في الدنيا. تعال نشوف المظاهر. النبي عليه الصلاة والسلام قال بيجسد هذه الظاهرة تجسيداً، شوف كيف بالغ في إفهام الصحابة صلى الله عليه وسلم. أحكي لك موقف بسيط. ماعز الأنصار، الرجل ده زنى، وجيل النبي عليه الصلاة والسلام أقر بذنب الزنا وأراد أن يحد، يقام عليه الحد، وكان محصن، محصن يعني متزوج، فحده إيه؟ الرجم حتى الموت. فجيل النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني أصبت حدا فطهرني. قال وما ذاك؟ قال وقعت على امرأة وهي حبلى من الزنا. فيش بعد كده، أقر أمام الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليقم أحد منكم يستنكهه، يشمه يعني، فشم، قالوا ما شرب خمرا، لعل يكون عقله اختلط. قال هل كانت تعرض له جنة؟ يعني يجيله بيتجنن شوية كده، ولا عنده اكتئاب، ولا عنده أي مرض نفسي بيخليه خرف يعني؟ لا، ده من أعقل الناس. فبدأ يشكر، قال لعلك قبلت، لعلك فأخذت، لعلك يعني كل مقدمات. قال لا، إلا كما يدخل الميل في المكحل، يعني زنا بما تحمله الكلمة من معاني. خلص، فأمر به فرجم، حفروا له رجموا. النبي عليه السلام حضر هذه الواقعة ومجموعة من الصحابة اللي رجموا ومات رضي الله عنه ورضاه. وهم راجعين في الطريق، اثنين بقى من اثنين من المؤمنين كانوا واقفين، قال أحدهما لصاحبه انظر ما بال هذا الرجل قد اقترف ما اقترف وقد ستره الله، فلم يزل إلا أن رضي بنفسه أن يرجم مثل الكلب. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهما، هم راجعين كده في الطريق،
مرة بجيفة شاتم شائم، يعني شنتفخت كده وبدأت الريح المنتنة وإيه ويخرج منها الدود. فالنبي عليه الصلاة والسلام تفقدهما بين الركب بين القوم، فقال لهذين الرجلين: انزلا فأكلا من هذه الجيفة المنتنة. قل يا رسول الله، وهل يأكل منها عقل؟ وما خافوا، ده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والله لقد أكلتم من جيفة أشد نتنا منها حين قلتما كذا وكذا، والله إني أراه الآن ينغمس في أنهار الجنة، وهل هناك أعظم من أن جاد بنفسه إلى الله؟ ترى جاء تائبا بالرغم أنه زاني، وأنتم اللي فاكرين نفسكم يعني في عافية من هذا البلاء. قلتم ده أنتم عذبكم هيبقوا كالذي يأكل من أنت الجيفة. أما هو لأنه صدق في توبته فهو ينغمس في أنهار الجنة الآن. يا سلام. يوم الإمام النووي يقول إيه؟ الحديث ده حديث عظيم، الحديث ده حديث يخوف. هذا الحديث يحفظ أعراض أهل الكبائر، صح ولا إيه؟ ده رجل أتى بكبيرة، فما بال أعراض بقية الناس ممن هم دونهم. والإمام النووي بيقول ده هذا الحديث أصل في حرمة أعراض الناس، وأنها وأن الوقوع فيها من الموبقات، يعني من الكبائر. وبدأ يرصد لنا هذه الظاهرة، إن مجرد العيب كده في الناس بالهمز أو اللمس، بالإشارة، بالإيد، بالقول، غيبة، نميمة في الوش من وراء الوجه، الكلام ده كله أيا كان التعارض مع حرمة العرض. قال ده الناس دول ليهم ثلاث أنواع من العقوبات. استدل على أنها كبيرة من الكبائر، من أكبر الكبائر. إيه؟ قال إن الهمز اللمز ده له ثلاث عقوبات: عقوبة في الدنيا، وعقوبة في البرزخ، وعقوبة في الآخرة. ثلاث مراحل. أما عقوبة الدنيا فما رواه مسلم، فما رواه أحمد في مسنده وأصله في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. قال يبقى ده ايه عقوبة الدنيا؟ الفضيحة، ان ربنا يكشف الستر عنه، هيفضح هيفضح، يعني لابد انه يذم في ذكره قبل ان يموت، مش الذم العادي يعني، ومش ذم لبعض الناس دون بعضهم، حد بينك وبينه خصومة ما هيزيد، لا ده يبقى بغضاء عامة والعياذ بالله. تلاقي واحد كده يضرب له البغضاء خلاص مهما قال ومهما عمل. فقال دي الحالة الأولى، وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. بيقول إن أربى الربا، يعني الربا عظيم، أعظم شيء في الربا الاستطالة في عرض المسلم، الاستطالة في عرض الناس عموما، ده أعظم الربا. وقال من اغتاب كده، نصا كده: من اغتاب مسلما فضحه الله في الدنيا كده. طيب قال يبقى دي عقوبة الدنيا الفضيحة، وعقوبة الآخرة عقوبة البرزخ بقى. قال في حديث رواه مسلم في صحيح حديث سمرة بن جندب الطويل، إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناسا
لهم أظفار من نحاس أو حديد يخمشون وجوههم فيشقون أشداقهم إلى قفاهم وتشخب أشداقهم دما. وفي رواية تانية لهم أظفار من نحاس يخدشون أشداقهم وظهورهم وبطونهم وهي تشخب دما، فإذا نزعوا عادت كما كان سليمة ثم لا يزالون يشقونها. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس، ده عذبهم كده في البرزخ. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. يبقى قال إيه الإمام النووي؟ بيقول لك إيه؟ عذاب البرزخ حصل لهم لا محالة. أما عذاب الآخرة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أيضا في حديث طويل، لما اطلع على أهل النار ووجد أناسا يأكلون من أنتن جيفة، فسأل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. يبقى عذابهم في النار أنهم يأكلون من أنتن جيفة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بامرئ مسلم، من أكل بامرئ مسلم أكلة أكل مثلها في نار جهنم. أكلة، عارف يعني أكلة؟ حد كده يعزم حد على أكلة عشان يقعوا في فلان أو يكون معاه في صفه في فلان فيأكل به أكلة، الأكلة دي هيأكلها بالضبط في نار جهنم والعياذ بالله. وقال من كسي بامرئ مسلم رداء كسي بمثله في نار جهنم. ومن سمع بامرئ مسلم لا يزال الله به حتى يسمع الله به الخلائق يوم القيامة ويصغره ويحقره. يا ساتر. فبيقول الإمام النووي يبقى الهمزة اللمزة ده من أهل الكبائر وعذابه وعقوبته محققة في الدنيا بالفضيحة وهتك الستر، وفي البرزخ بشق الأشداق بأظفار من نحاس أو حديد، والأكل من أن تنجيف في النار وأن يأكل من النار أكلا بكل ما وقع فيه من الطعن واللعن. فخلاص دي من الكبير، هذا أمر مهم جدا لازم الناس إيه تبقى فهمان إنه الحالة دي عاملة إزاي. لأن السائل بيقول إيه؟ يعني يوصل الأمر لرصد هذه الظاهرة أن ربنا يسمي سورة في القرآن بهذه الظاهرة؟ أيوة طبعا، ما هو ما أفسدش المجتمعات إلا هذه الظاهرة، تعايز إيه أكتر من كده؟ وهو ده صحيح، اللي يعني هو ربنا كده بمقتضى عدل يقتص للخلق بذلك، ما أنت بتبقى عايش في نار، صح ولا إيه؟ تفاوض أمرك لله، فكيف لا ينتصر الله للمظلوم من الظالم؟ طيب، ثم يقول الله عز وجل الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا مش هيحصل ده. بعض الأئمة بيقولوا إذا سمعت الله يقول في كتابه كلا فمعناها كذبت، يعني كأن ربنا بيقول له كذبت، لن يخلدك ملك ولا الاهتمام بالمصالح الدنيوية اللي خلاك في سبيلها تقع في تأكل من لحوم الناس وتنهش أعراض الناس وتكسر مبادئ حسن الأخلاق على هذه الصخرة من النهم وتحقيق المصلحة المعجلة الدنيوية، والله ما هيحصل، لن ينالك شيء من ذلك. لينبذن في الحطمة، وفي قراءة تانية إيه؟ لينبذن، الاثنين مع بعض هو وماله في الحطمة. والحطمة هي الدركة الرابعة من نار جهنم، فإن جهنم سبعة دركات، النار بقى النار سبعة دركات، أشدها عذابا سابعها بيسموها قعر الجحيم، وهي اسمها الجحيم، آخر حاجة دي اسمها الجحيم، واللي قال عنها ربنا إن المنافقين
في الدرك الأسفل من النار. اسماء النار دي اسمها إيه؟ أو الدركة دي اسمها إيه؟ الجحيم. ثم التي فوقها لظى، دي النار السادسة. ثم دي بعض رواية كده عن دركات النار لوهب بن منبه. ثم التي قبلها اسمها، طيب التي قبلها النار الخامسة، لكن التي قبلها هي الرابعة اللي هي الحطمة اللي احنا بنتكلم عنها. وأول دركة خالص في النار اسمها ايه؟ جهنم. جهنم دي رقم واحد، وجهنم دي لعصاة الموحدين، يعني ده من أهل التوحيد ممن قضي أن يدخل النار لينقى من ذنوبه ويطهر، وبعد كده وانت نازل تبع الحطمة دي. تخيل، برغم أن يكون ممكن يكون الهمزة اللمزة ده من عصاة الموحدين، لكنه في الدركة الرابعة من النار، عذاب مغلظ والعياذ بالله. طيب، قالوا اللي بين هذه الدركة كمان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المهم جدا، يقول إيه؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، المشاؤون بالنميمة بين الناس. المفرقون بين الأحبة، الباغون، أدي طريقة من طرق الغيبة أو النميمة، يفرق بين الأحبة، فتجد نفسية غير متزنة لمجرد أن اثنين أحبة يفرق بينهم. وده شفناه، أنا عرض علي قضايا كتير، بيوت خربت بسبب هذا الأمر، يعني يصل التفريق بين الأحبة بين الزوجين بس كده، لمجرد أن الزوجين بيحبوا بعض، مش ممكن ينسابوا دول كده. وده خصها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث منفرد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من خبب رجلا، من خبب امرأة على زوجها. خبب يعني أفسد، من أفسد امرأة على زوجها. وفي رواية قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. احنا عرض علينا الكثير، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. يبقى حد كده في منزلة عظيمة، فلا ده ليه يكون في المنزلة دي؟ كبر كده وترف، لا ما ينفعش، اطعن بقى، اطعن 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 وهو بريء، حتى يلحق به العنت وهو المشقة أو سوء الذكر. المشاؤون بين الناس بالنميمة، خلاص هو ده حلهم كده والعياذ بالله. طيب، فقال: كلا لينبذن في الحطمة. والحطمة الدركة الرابعة من النار، وسميت الحطمة لأن النار التي فيها تحطم العظام وتهشمها، فسميت حطمة، يعني مش مجرد نار، ده نار مع مفرمة والعياذ بالله. ثم قال ربنا: وما أدراك ما الحطمة، فوصف هذه النار ترهيبا وتخويفا له: نار الله الموقدة. قال الحسن البصري: قال نار موقدة، فهي لا تنطفئ ولا تقل حرارتها، هي موقدة على طول، وقد أعدها الله إعدادا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوقد عليها 1000 سنة حتى أحمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة أخرى حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة ثالثة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. فنار موقدة لا تنطفئ ولا يعتريها أن تقل حرارتها، التي تطلع على الأفئدة. طب هو ليه الوصف ده؟ يعني ليه ربنا كده بيبين لنا وصفا دقيقا، ويفصل تعذيب النار لهؤلاء تعذيبا دقيقا؟ فبيقول: التي تطلع على الأفئدة. يعني إيه؟ ابن عباس بيقول لك: تبدأ من أرجلهم فلا تزال تحرق فيهم، في أجسادهم، إحراق مع تحطيم بقى زي ما قلنا، حتى إذا باشرت فؤادهم، يعني وصلت إلى القلب، انطفأت فعادت كما كان، ترجع تاني. فبيقول ليه يعني؟ العباس بيسأل، يقول له ليه يعني؟ يعني قال حتى عند الأفئدة كده وقف،
تطلع على الأفئدة، قال وترجع تاني تبدأ من الرجل تاني. قال لأن غالب النار إذا بشرت الفؤاد يموت بقى خلاص، فلا يشعر ببقية العذاب في الجسد، فهي لا تقعد تحرق فيه لحد الدرجة اللي قبل الموت مباشرة، ثم ترجع تبدأ من الأول تاني حتى لا يكاد يصل إلى الموت. ويبقى ده يعني يتمنى، يبقى أعز عزيز عنده أن يتمنى الموت فلا يموت. إنها عليهم مقصدة، يعني أبوابها مطبقة مغلقة، في عمود أو في عمد ممدنة. العمود يعني السلاسل من الحديد، يعني أن لهم الهروب، لهم هيموتوا لأن النار بتوصل لحد الأفئدة وترجع من الأول تاني، ولا يمكن أن يهربوا لأن الباب مغلقة مطبقة عليهم، وهم في سلاسل بأيديهم وأرجلهم، سلاسل ثقيلة جدا لا يستطيعون، ومثبتة بالأرض لا يستطيعون الحركة بها، ولو نفذوا من الأبواب مش هينفذوا أصلا من السلاسل، مش هيقدروا يتحركوا. تستشعر ان الخطاب فيها خطاب شديد، صح ولا ايه؟ خطاب كده صيغة تهديد مفصلة، على خلاف العادة بالمناسبة. دايما خطابات ربنا كده في الوعيد تلاقيها دايما ايه؟ في القرآن ما فصلهاش ربنا هذا التفصيل الا في مواطن قليلة، يمكن ثلاث مواطن او اربعة، من ضمن هذا الموطن في القرآن انه يوصف كده اللي بيحصل بالضبط، واحد في سورة الدخان، واحد في سورة الكهف، وهي سورة الهمز، مفيش تاني، في وصف دقيق لتعذيب أهل النار. وهتلاقي الثلاث أنواع دول هم دول، والرابع في الحق افتكرت، والرابع في الحق. الأربع أنواع دول يتصلوا بقضايا عظيمة جدا، والأربع قضايا ملهاش علاقة بالمعاصي والذنوب الخاصة بالنفس، كلها معاصي وذنوب مفسدة للمجتمع، مفسدة للإيه؟ للمجتمع. فالإمام الخطابي بيقول إن ربنا لما وصف وبين وفصل تفصيلا عذاب الهمزة، اللمزة ده، قال غيرة لخلقه. شوف المعنى الجميل يا أخي، غيرة لخلقه، يعني كأن ربنا هو اللي بيتولى القصاص، بدون تشبيه ولا المثل الأعلى. لو حد كده عذب ابنك أو قتل ابنك أو عمل حاجة وجي حد مكنك منه، بتقول إيه ده؟ أنا لو تمكنت منه، لو تمكنت أنا منه هاكله بسناني كده، صح؟ هتمعن في إيذائي. ليه؟ بتفتكر ابنك ولا بنتك، صح ولا إيه؟ غيرة كده وحمية لولدك. فبيقول ده ربنا فصل هذا الفصل، هذا التفصيل في تعذيب هذا غيرة لخلقه، يعني كان بيقول له ايه؟ لك ذلك بما افسدت، لك ذلك بما اذيت، لك ذلك بما فعلت في خلقي كذا وكذا، بما نافيت مقصد الخلق وهو الرحمه. ربنا خلق الخلق ليرحمه وليس ليعذبه. طيب، هذه الظاهره مهمه جدا، هي دي الظاهره اللي خلتنا نقول الدنيا وحشه، والناس ناس بقت وحشه جدا، وبتخلينا نؤثر العزله احيانا، وتخلينا نخاف من الاختلاط، وقللت الود والتراحم والتعاطف بين الناس، وغلبت جانب الحذر حتى حصل فيه مبالغة فصار تخوينا وليس حذرا. فكيف نتعامل مع هذه القضية؟ نتعامل معها ازاي عشان نخلي المجتمع متزن؟ ما هو لو ما فيش تراحم وتود بين المؤمنين مش هيبقى فيه خير. طيب يا شيخ، ما انت هتقول لي ترحم وتود وهندروش كده، وفي الاخر انا بواخد على دماغي بيطلع عيني الدنيا، يعني يا اما بيتي بيتخرب، يا اما بيجي لي اكتئاب، يا اما بيخسر شغله، يا اما بيخسر امور كثيره جدا، كله تعرض لهذه المواقف، نعمل ايه؟ قال والله في امرين. الامر الاول، اذا كانت ظاهره هذا الهمزه، اللمزه، شو احنا نسميها ظاهره الهمزه، هذه الشخصيه رجلا كان او امراه، إذا كان ناشئا عن كبر، يعني هو بس عايز يتكبر كده ويحسس إن إيه أنا أحسن واحد، فلو أنا فيا من السوق أسوأ الآخرين عشان يبقى سواء كده. قال فإذا كان مجرد فعله هذا كبرا، يعني هو عايز يتكبر على إديله، أعطيها له كده،
قول له انت حلو، انت احسن منه خلاص. ازاي يعني تطبيقا؟ قال زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيح مسلم في صحيح حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فقال بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، يعني رجل سوء. فالرجل وماشي في طريقه كده انحرف واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه فهش له وبش وأجلسه وأكرمه وانصرف. فالسيدة عائشة رأت ذلك فقالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت؟ قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. الإمام ابن حجر بيعلق على الحديث بيقول إيه؟ فعامله النبي صلى الله عليه وسلم بالمداراة، وهي من هديه صلى الله عليه وسلم. لأن الشخصية اللي هم الطعن فيها واللعن والعيب والشتم والسب والغيبة طلع ناشئة عن كبر، كبروا قد ينصلح حاله بعد ذلك لأنه خد اللي هو عايزه. طيب في نوع تاني بقى بيقولوا عنه إيه؟ لا ده في نوع تاني من الهمز، الهمز ده الذي جمع بينهما. ما هو فيه هماس بس أو لماس، يبقى ده مغتاب أو نمام أو يفسد بين الناس إلى آخره. إنما في اللي جمع بينهما، فده ما بيبقاش لنقص في ذاته إنما رغبة في الأذى. هو مؤذي، هو الأذى عنده صار شهوة، الأذى عنده صار شهوة. في واحد كده يؤذيك يطعن عليك أو تسبب لك في مشاكل، تكبره وتعامله بالمداراة ينتهي خلاص، خلاص ما فيش مشاكل، ده من الهدي النبوي. إنما لا، هناك أناس لو فعلت معهم ذلك ظنوا أن حسن الخلق ضعفا وأن الصبر قلة حيلة، وكلما أحسنت إليهم ازدادوا إساءة، وكلما حلمت عليهم ازدادوا جهلا، افتكروا أن أنت جبان ولا عندك خور ولا. الحالة دي تعمل إيه بقى؟ لا، الحالة دي لابد من المواجهة والفضيحة، لازم حتى ينزوي ولا يفسد بين الناس. ودليل ذلك ما رواه أحمد وأبو داود في سننه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جار يؤذيني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ عظه. راح الرجل كده بقى يعظه ويكلمه بالحسن، فقال ما ازداد فيا إلا أذى. عمال كل ما يعني عامله بالحسن، قال أخرج متاعك واجلس به على قارعة الطريق، وكلما مر بك أحد من القوم فسألوك فأخبرهم الخبر. فأخرج الرجل متاعه من بيته، خرج عفشه كده منه، راح قاعد بقى على الطريق، كل ما الناس يعدوا يقولوا له مالك يا فلان؟ في واحد عاقل يعمل كده برضه، يطلع سريره وحاجاته وينام كده في قارعة الطريق، يقول جاري فلان يؤذيني حتى ما طقت ان انا اقعد في بيتي فخرجت من داري. فعرض ففضحه بين الناس، فلم يزل يومه بس قعد يوم بس، نهاره، حتى جاء اليه الرجل فقال والله لا افعل ذلك، لا افعل معك بعد ذلك ابدا. وهو اللي خده بايده واداه للبيت. ليه بقى؟ لان كل ما يقول للناس يقول ايه؟ قبحه الله من رجل، قتله الله من رجل، فخلى المجتمع نفسه هم اللي يوقفوا اذاه. فاذا كان مجرد كده طعن وسب ولعن في نفسه ليثبت نقصا، ليعوض نقصا عنده، ادهوله يا سيدي. انما اذا كان مؤذي ويمعن في الاذى وصار الاذى شهوه، لابد من ان المجتمع ايه؟ يوقفه حتى لا يفسد في المجتمع. لان الامر ده لو انتشر في المجتمع خلاص راح الدين. اعظم الاسباب التي تسقط الدين من القلوب ومهابة الرب تبارك وتعالى من القلوب هو الطعن في الناس والاكل في لحوم الناس والمداهنة والنفاق على ذلك. تصاحب ده لانه هيتكلم في صاحبك ده فانت كان صح، لا 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 خلاص. فيوم يقول ايه بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال كده، قال وإياكم وإفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. لذلك
هذه الظاهرة اللي أفسدت علينا حياتنا في بعض الأحوال، لكل من كل واحد مننا تعرض ليها، إما في زواجه، إما في عمله، إما في دراسته، إما في جواره، إما في ذوي رحمه وقرابته، كلنا تعرضنا لهذه المواقف. أرصد لها ربنا صورة في القرآن وسماها باسم هذه الظاهرة وهي الهمزة. فمن أعظم أسباب الصلاح الاجتماعي إنك تهتم بدراسة هذه الظاهرة وبتعليم هذه الصورة. ويبقى زي ما ربنا عرض العقوبة ما فيهاش رحمة، صح؟ فيها حالة من الشدة والغلظة، كأن ده هو طريقة العلاج. علاج هذه الظاهرة في المجتمعات ما فيهاش رحمة وملهاش كبير. يعني ملهاش كبير، ملهاش كبير كائنا من كان. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه ابن عمر بيقول ايه بقى، وشوف الحديث ده هيبين لك ان محدش له كبير فيها. الامر ده ما فيهوش شفاعة. النبي صلى الله زي ما ربنا بين عشان تشديد العقوبة في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بحزم جدا مع هذه القضية. مع مين؟ ابو بكر وعمر. في اعظم منهم في الصحابة؟ ابو بكر وعمر. قال عبد الله بن عمر قال كان ابو بكر وعمر في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم واخدم لهما غلاما، ولما انطلق الرحل منهم من ادرك ومنهم من لحق، يعني منهم اللي وصل المدينة ومنهم اللي لسه في الطريق. فنزل ابو بكر وعمر منزلا يباتوا كده في وسط الطريق يستريح، وكان معهما غلامه، فاستيقظ ولا يزال الغلام نائما. فجاع، جعني وده خادم مفروض انه يعمل ايه يوم قبلهم يجهز الفطار او الاكل. فقال احدهما للاخر لا يزال نائما انه يؤوم نوام بس، حتى استيقظ الغلام بعدها بشوية كده استيقظ. فقال أدرك الركب كذا فانطلق إليه وقتنا لطعام. في المجموعة اللي قبلهم كان فيها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغلام مشي أدرك المجموعة اللي قبلهم، فبص كده لقى الخيمة اللي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له مين؟ قال له إيه الغلام؟ يا رسول الله إن صاحبيك يستطعمانك، عايزين ياكل، أبو بكر وعمر عايزين ياكل رسول. قال أرجع إليهما فأخبرهما قد طعمتما، أنتوا كلتوا خلاص. فرجع الغلام فقال مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكر قد طعمنا وإلا حصل، طعمنا فين؟ احنا جعانين لسه. البس اجري، فراحوا لابسين وهرولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله، أبو بكر بقى في الحاجات دي، يعني اللي يعرف سيرة أبو بكر يعرف إن أبو بكر كتلة خشية لله ماشي على الأرض، يعني يرق لهذه الأمور ويرتعد. فرايح بقى أبو بكر، أنا متصور الحالة، يعني لما تقرأ كده يا رسول الله ما طعمنا، والله ما طعمنا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني أرى مزق اللحم بين أسنانكم، ده أنتوا كلتوا وكلتوا لحمة اللي بين الايه لحمه كده. قال وانى لنا ذلك يا رسول الله؟ قال من لحم غلامكما. شفت، لمجرد بس ان طعنوا عليه وهو نايم، بس قالوا ده نوام بينام كتير، لانه كان على سبيل التعيير، ما كانش على سبيل المزاح او لان ده معفو عنه بالمناسبه، يعني برضو عشان ديننا دين فسحه، الأمور اللي فيها مزاح وهزار ده من الأمور المعفوة، إنما على سبيل التعيير. فشرط الغيبة الانتقاص والتعيير أو النميمة، على سبيل الانتقاص أو طعمتما فنستغفر الله ونتوب إليه. قال فسلوه أن يغفر لكم، هو الغلام. فخابوا بكر وعمر يروح للغلام استغفر لنا يا أخانا استغفر لنا، حتى غفر له. يا سلام، ما فيش كبير في هذه المنزلة، ما فيهاش شفاعة حتى لو كان أبو بكر وعمر. فده حسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظاهرة، حتى لما تكلم من تكلم من المنافقين وقالوا ما وجدنا
مثل هؤلاء القراء اللي هم القراء أهل القرآن، أبقرهم بطونا يعني بيأكلوا كتير، ولا أجمل عند اللقاء منهم. لما عند الحرب يبونوا وهم لسه في الغزوة، نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما في حزم، قضية دي عايزة حزم، إلا أذى الناس والأكل من لحومهم وعرضهم، ما فيهاش هزار. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. يعني قبل توبتهم، قبل توبة البعض اللي هم مين؟ اللي سمعوا ونسقوا وراء الكلام، لكن الطائفة اللي اتكلمت على سبيل التعيير ولم تنسق، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، مع أنهم تابوا واعتذروا، وما لا تعتذر، خلص الكلام. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء اغفر لنا أجمعين، وتب علينا أجمعين، واهدنا أجمعين، وتب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب العالمين. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أدخلنا في عبادك الصالحين، وتولنا فيما تتولى المتقين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واجمعنا على كلمة البر والتقوى، ووفقنا لما تحب وترضى رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب.